هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم حفظكم الله في مصلي أنقص ركعة أو زاد ركعة، سواء عرف بذلك بعد الصلاة مباشرة أو بعد وقت؟ إذا زاد ركعة أو نقص ركعة سهوا، إن نقص فإنه يجب عليه الإتيان بالركعة بعد ما يسلم. إذا عرف أنه نقص بعد السلام أنه يبادر ويأتي بالركعة ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه لابد أن يعيد الصلاة من أولها إذا كان تاركا لركعة، لأنه لم يكمل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أما إذا زاد ركعة، فإنه يكفي سجود السهو. إذا ذكر قريبا بعد السلام فإنه يسجد للسهو. نعم، وإن طال الفصل أو نسيه وفات فإنه يسقط. نعم.